بيكو دي جت منين؟ كنا تحت 13 سنة، كابتن علي طلعت قال لي بيكو في تمرينة كده، ومن ساعتها بقى هما بيقولوا لي كلهم بيكو. قالها. طب قالها ليه؟ يعني كانت كده يعني والله كانت كده يعني، هما كانوا بيقولوا لي بيكو تقريبا، هو اتلخبط قال بيكو، فهم من ساعتها بقى. ساعتها حبيبي بيكو حلو، يلا مش مشكلة، بس مميزة مميزة. اه بحبه. طب قولي لي، السنة دي كانت عاملة ازاي؟ يعني انت يعني السنة دي كانت صعبة، ايه اللي انت كنت حابة تعمليه؟ هل اللي انت كنت عايزة تعمليه عملتيه ولا لا؟ هو السنة دي بالنسبة لي كانت صعبة، عشان أنا كنت في الشمس عارة ولسه راجعة يعني. السنة دي كانت بالنسبة لي صعبة الأول، لأن أنا أدخل مع الفرقة ومع الكوتش ومع السيستم بتاعه، وإن أنا بلعب مع نجوم كتيرة وكده، وإن أنا ألعب وسطهم إزاي. ففي الأول كان بالنسبة لي صعب، بس واحدة واحدة يعني الدنيا مشيت وكده ودخلت معاهم. طب سعيدة بالموسم ده؟ اه طبعا جدا طب يعني، نفسك تعملي ايه؟ يعني نفسك ايه بقى الموسم الجديد يحصل؟ نفسي يعني ان دي تكون البداية، وان احنا الموسم الجاي نكسب برضه ال5 بطولات، والبطولة العربية والافريقية كمان ان شاء الله. ان شاء كابتن طارق الله. يمكن حبيبة يعني كانت إعارة وانت رجعتها وطلبتها ترجع ليه؟ يعني قول لنا على الهوا ايه اللي انت شفته في حبيبة وقلت عايزها ترجع؟ اولا هي بنت النادي، اتنين البوزيشن ما فيهوش عدد كبير، صغيرة في السن، مش هنفرط فيها بسرعة. اتنين اللوائح بتاعت الاتحاد ان اللي بيكسب الدوري ليه صفقه، فانت ما عندكش كواليتي انك تجيب كتير او تختار ما بين الناس. بس الاعاره ما بتبقاش صفقه، يعني الاعاره اللي انت بتجيبها اه مش بتبقى صفقه، صفقه. ما دي من الاسباب، بالظبط. هي جزء من الاسباب. اتنين احنا اتفرجنا عليها طول الموسم لما عرفت ان هي اعاره، عندها حاجات زي اي لعيب، عنده حاجات كويسه وعنده حاجات كويسه، بس هي عندها حاجات ممكن تركب على شغلي مع حاجات بالنسبه لشغلي. حاجات تتصلح هتبقى جوه شغلي بالظبط. دي من الاسباب. برضه هي اتظلمت معايا ان هي من اول السنه برضه جامعه منتخب 3 على 3 قعدت فتره طويله فيه، ما خدتش برضه البدايه بتاعت الموسم اللي تصلح. اي لعيب عنده طبعا حاجات عايزه تتصلح عشان يبقى مناسب للسيستم. فهي هي متعذبه معايا هي ورضوى بحكم ان هم بيلي ميكروفت في البوزيشن ده، فيعني ايه واخدين تفاصيل التفاصيل عامل لهم ازمه. طب السنه الجايه عندك وقت متهيألي ممكن اه بقى ان شاء الله تشتغل ان شاء الله من البدايه. احنا عاملين لهم برنامج لكل واحد حاجه، الحاجه اللي تخصه محطوطه له فردي. كويس ان انت واخد بالك من التفاصيل دي، يعني كويس ان انت واخد بالك. انا عندي مشكله اصلا، هم يعني انا بتاع ميستيك، يعني انا بتاع اخطاء. يعني انت راجل شويت، ما انت بتاخد بعقد عشان انت راجل شويت هحافظ لك على الموضوع ده، بالظبط. لا انما دوري اصلح، اصلح بشوف الوحش دايما او بشوف، فدي عامله لهم ازمه. وده اللي عايز ينجح، هي وحشه للعيبه، وحشه للعيبه. يعني كوتش مش شايف الحلو، عمال ينتقدنا على طول، عمال يقول لا يعني انا شايفك كويس بس دي، وانا اقول لهم دي طريقتي فما تزعلوش، بس ده لمصلحتك، مصلحه الفرقه ومصلحه النادي. هي دي المشكله اللي عندي، انما احنا ده دورنا انك مدرب تصلح، ما عندكش حاجه تانية ان شاء الله.